كيف حالكم يا جماعة الخير؟ اليوم جايكم بفيديو جدا مهم، طريقة النسخ، هل تقدر تغير المنطقة اللي انت فيها وتغير المتجر، هل تقدر تتصفح، طيب ايش وضع السماعات الخاصة فينا، نقدر نستخدمها خصوصا الناس اللي عندهم سماعات بالأوبتيكال، المتجر وكيف شكله والأمور الجديدة اللي حطتها بلايستيشن، طب لو اشتريت الجهاز ايش الأشياء اللي حتيجي معاه، وأمور كثير بتهمكم جمعتها ضبطتها لكم في هذا المقطع اللي بإذن واحد أحد حيهم كل شخص، بالذات الناس اللي عندنا في السعودية واللي أنا عارف 200% بيعانون من نفس المعاناة اللي أنا بعانيها وغيرها كمان من التفاصيل. استمتعوا. طبعا أول شيء كذا مني بس هدية، بعضكم كان يتسأل عن موضوع الاتصال، خلينا أوريكم ما شاء الله تبارك الله سرعة الاتصال اللي قاعد يسحبها جهاز البلايستيشن. طبعا أنتوا عارفين أنا عندي النت، اللي متابعيني كويس عارف أنه أنا مشترك في 200 ميجا موبايلي وفي 50 ميجا أتوقع اللي هو الأبلود. فحاليا خلونا نشوف مع بعض كم حيطلع التحميل. 210 يعني زودوني 10 كمان، ما نعرف من فين. العادة صراحة 130-140 حدودة، صراحة الرقم جبار. أول أنا افتكرها ما تتعدى 25-30 ميجا، هذا إذا مرة، في العادة يكون 6-8-10 ما أعرف ليش، مع أنه لان مع أنه مشبوك. لو تلاحظون 210 ميجا في الداولود، وخلينا نشوف الأبلود 33 ميجا، جدا ممتاز بالنسبة لي. هو العادة 50 بس نقول أعلى حتى من النص، فصراحة شيء جدا ممتاز. طيب يا جماعة الخير، أنا وتعرفون يعني أعوذ بالله من كلمة أنا، بس دائما أحب أعيشكم الجو معايا وتشوفون بنفسكم خطوة بخطوة، على أساس إيش؟ إنه كلنا نكون على قولتهم في نفس المستوى بدون ما إنه الموضوع يكون فيه تنظير كثير. طيب أنتم لاحظين قدامكم هذه قائمة الألعاب اللي موجودة عندي، ردد ريدمشن مقفلة عندي لأني بكل بساطة أنا سخن من حساب أمريكي ثاني خاص فيا، حاليا مقفلة. أول ما قدرت أنا أحط حساب ثاني لأنه كنا موقعين أوراق ندخل بحساب واحد، حاليا حنقدر. طيب كيف حنقدر؟ هنا السؤال اللي أغلبكم كان يسألني إياه في الفترة اللي راحت. خلونا نبدأ أول شيء بهذه النقطة اللي كثير منكم قاعد يسألني عنها، وبعد كذا نبدأ ندخل في المواضيع الثانية. حنروح أول شيء على هنا، حنسوي تبديل المستخدم. طبعا أنا أوريدي جاهز داخل بحساب الثاني، دخلنا بالحساب هذا اللي هو حسابي الثاني، دخلنا. زي ما انتم ملاحظين القائمة مختلفة اصلا نهائيا. لو ملاحظين انتوا اقدر العب سبايدر مان، اقدر العب بلاي روم، اقدر العب ام بي اي 2K، وعندي شيء اسمه استكشف. طبعا الاستكشف هذه خاصة بس للحسابات الامريكية في الوقت الحالي اتوقع، وممكن مع الوقت، طبعا هذا التصريح من زمان حنتكلمنا عنه، سوني حتبدأ تتشعب في الموضوع ذا، او تبدأ خلينا نقول كمان توزعه في العالم او ينتشر في العالم بشكل عام بشكل تدريجي، بس حاليا موجود في الامريكا وما ادري ممكن في الياباني او في الدول الثانيه، ما يهم، بس هذا اثبات بسيط انه هذا حساب امريكي. حنروح بعد كده على اعدادات، بعدين نروح على مستخدمون والحسابات، بعدين حنروح على اخرى. حتلاحظون مشاركه الجهاز واللعب بدون اتصال بالانترنت، حنقول له ليس لديك جهاز، طبعا هنا كاتب ليس لديك جهاز PS5 به مشاركة الجهاز واللعب بدون اتصال بالانترنت، هل تريد تمكين مشاركة الجهاز واللعب بدون الاتصال بالانترنت في جهاز PS5 هذا؟ راح اقول له ايوه، يعني اعتبر هذا حساب خويك دحين، حساب صاحبك، حساب اخوك، حساب اللي هو، اوكي فعلنا. الان من المفترض انه حساب الثاني اوكي تطلع عنده لعبة Red Dead Redemption يقدر يدخل عليها. خلونا نجرب نسوي تبديل للمستخدم وندخل بحسابي انا احمد، انا دحين ابى العب Red Dead Redemption. زي ما انتم ملاحظين فكت معايا اللعبه. طب انا لعبه Grand Theft Auto من اول بحملها وموجوده على الحساب هذاك، هل راح اروح على المكتبه واحصل اللعبه اللي انا ابغاها؟ وينها لعبه جراند؟ ما هي موجوده، شايفين ما اقدر اجيب لعبه جراند. فمعناته الحل دحين ايش؟ انه ارجع ثاني مره على حسابي الامريكي اوكي، واروح بعد كذا على المكتبة. حنلاحظ انه هذه الالعاب اللي موجودة هي اللي انا امتلكها، ما عاد هذه مقفلة لان هذه مو ما هي ملك الحساب ذا، ملك الحساب الثاني. نفس الشيء هنا عندنا Last of Us اقدر احملها، هنا عندنا Red Dead Redemption، عندنا لعبة Grand Theft Auto الخاصة فيها. طيب راح احمل لعبة Grand Theft Auto، حقول له سوي تنزيل. طيب ابغى الالعاب اللي انا محملها في حساب الثاني، ابغى العب مثلا لعبه فيفا او اي لعبه من الالعاب اللي انا محملها في حساب الثاني، لو نلاحظ ما في، فمعناته
أي لعبة أبغى ألعبها أنا لازم أحملها بالحساب الأساسي نفسه. يعني أنا دحين حاليا حملنا لعبة Grand Theft Auto، نروح نخش عليه بالحساب الثاني ونشوف هل بيطلع لنا اللعبة على طول ولا بيكون في إجراء ثاني. أها موجودة لعبة Grand، خلاص ننتظرها بس تخلص. حلو، ردت فكوها، الآن أقدر أروح على مكتبة الألعاب وراح أحصل لعبة Grand Theft Auto مثبتة حاليا على هذا الجهاز. أي لعبة تبغى تنسخها لصاحبك لازم يدخل بحسابه في الغالب، وبعد كذا يختار اللعبة اللي يبغاها. يعني أنا مثلا بختار لعبة بس بتأكد إنها ما هي تابعة للبلس، خلينا نقول مثلا فورست، أوكي، وأسوي لها تنزيل في قائمة الانتظار. أوكي، حنروح دحين ثاني مرة نبدل الحساب وندخل بحساب أحمد الثاني. من المفترض أنه نحصل لعبة فورست موجودة أقدر ألعبها. أوكي، كذا أنا نسخت من بعض. طيب هل معناته يا أحمد ما في شيء اسمه حساب أساسي وحساب مو أساسي؟ للأمانة ما في إلا هذه الخانة اللي أنا وريتكم إياها اللي هي أخرى. في خانة ثانية اللي إعدادات الدخول، إنه يدخل بالحساب تلقائيا أنت تحدده، فأنا رحت حددت اللي هو الحساب الثاني مو هذا. أقروهاس تسجيل الدخول تلقائيا لجهاز PS5 عند تشغيله، في حال وجود عدد المستخدمين على جهاز PS5 سيكون بإمكان الشخص الأخير الذي يقوم بتشغيل هذا الإعداد الدخول تلقائيا. بس آخر شخص لعب هو أول شخص حيدخل في أول ما تشغل الجهاز، هذا اللي أنا فهمته. أوكي، كذا أتوقع الصورة واضحة. طيب السؤال المهم دحين، السؤال المهم، هل في إمكانية نغير الحساب؟ حسيب الجواب على بلايستيشن هي تجاوبك. نخش على دليل المستخدم عشان لا حد يجي يقول انت احمد قاعد تفتعها راسنا ومسوي فيها ومدري ومن ذا الكلام. حنروح بعدين على المعلومات الأساسية، حنروح على المستخدمين والحسابات، حنقول له انشاء حساب جديد ونقرأ التعليمات. هنا ايش نلاحظ؟ يمكن تسجيل ما يصل الى 16 مستخدم على جهاز PS5 واحد، يمكن لعدد يصل الى 4 مستخدمين تسجيل الدخول في وقت واحد. شايفين؟ ما رح قال انه على قولتهم في حساب اساسي او لا. اوكي، فمعناته في الغالب بلايستيشن شكلهم شالوا فكرة انه حساب واحد اساسي، يمكن 4 توصل. خلونا نروح على حاجة جدا مهمة برضو موجودة عندنا، فين؟ في الاعدادات. لما نجي في انشاء حساب لو تلاحظوا تأكد من تحديد البلد او المنطقة بصورة صحيحة، لا يمكن تغيير هذا العنصر لاحقا. يعني بكل بساطة يا جماعة الخير، الناس اللي معشم انها تغير البلدان حقتها والمنطقة حقتها عشان تغير المتجر، انسى هذه الفكرة. لما نروح على تغيير معلومات حسابك، لاحظوا لا يمكن تغيير تاريخ ميلادك وبلدك او منطقتك، فمعناته كذا اتوقع الفكره صارت واضحه بالنسبه لكم بشكل رسمي من بلاي ستيشن، ما هو من عندي. فكره انك انت تغير المنطقه اللي انت فيها هذه انساها، الحساب اللي حتظبطه هو حيستمر معك، فحنستمر في نفس الوضع اللي موجود عندنا في اجهزه البلاي ستيشن بشكل عام، نفس البلاي ستيشن 4. كثير منكم برضو سالوني في الفتره الاخيره على الموضوع، هل في متصفح ولا ما في متصفح؟ اللي واضح زي ما انتم شايفين في متصفح بس بشكل محدود جدا. يعني هم حاطين المتصفح في اشياء معينه، ما راح تاخذ راحتك في الغالب في المتصفح لانه اصلا ما في خانه للتصفح. ممكن يكون له ابلكيشن مستقبلا، بس حتى لو دخلنا على التطبيقات زي ما انتم ملاحظين هذه هي كل التطبيقات تقريبا اللي موجوده عندنا. لو نلاحظ ما في، كلها تطبيقات الفيديو والموسيقى ما في. ليش؟ الشباب يعطيهم العافية نزلوا مقالة في الموقع، في الغالب حيكون سبب الهاك. بلاي ستيشن 4 من الأجهزة اللي تهكرت بسبب المتصفح، كثير منهم كانوا يستخدموه عشان يكون منفذ لهم في انهم يدخلوا ويخترقوا على قولتهم الجهاز نفسه ويكركوا. فواضح انه بلاي ستيشن وقفته وصارت تتحكم هي بالمتصفح بالطريقه اللي تناسبها زي ما انتم لاحظين قدامكم. طيب كذا اتوقع واضح لكم موضوع النسخ، واضح لكم موضوع كيف تحط حسابات داخل الجهاز. بالنسبة للناس اللي تتساءل على موضوع المتجر والعاب البي اس 4، هذا انتم زي ما انتم ملاحظين. خلينا ندخل بحساب الثاني، تيجي على مكتبة الالعاب كل العابك راح تحصلها موجودة هنا اللي انت محملها من اول. تقريبا على كلام بلايستيشن
عندكم من 95% إلى 99% من الألعاب حتكون قابلة للتحميل من جهاز البي اس 4 وتلعب فيها مع أصحابك عادي جدا جدا جدا. فأتمنى كده تكون الفكرة واضحة لأنه كثير من الشباب قاعد يسألوني على النقطة هذا. طبعا البلس حتشيل البلس معاك زي ما هو. طيب نيجي دحين للنقطة المهمة، موضوع المتجر. المتجر زي ما انتم لاحظين اتغير، ما هو زي اول. هنا حطينا العاب اللي هي اللي داعمه بس للبي اس 5، يعني هذه كلها تدعم البي اس 5، هذا اللي حاليا موجود في الحساب السعودي، هذه تشغلها تستمتع فيها بقوه البي اس 5. لما نجي على العاب جديده هنا بيحط لك كل الالعاب الجديده بشكل عام بغض النظر عن انها بي اس 5 او بي اس 4 او الى اخره، المهم انها العاب موجوده حملها واستمتع في الغالب، او خلينا نقول العاب نازله على الجيلين او حاجه زي كذا. فهذا الفرق بينهم بين الثاني. هنا بعض الالعاب اللي هم يقترحونها او خلينا نقول صاروا زي فكره نتفليكس، عارفين لما نحطوا لكم الاشياء كذا فوق على اساس انه عليها هايلايتد. هنا بنلاحظ الالعاب المختاره الشهريه، كل شهر هم بلاي ستيشن بيرشحوا لك العاب، وهذه الالعاب اللي هم مرشحينها. هنا عندنا كول اوف ديوتي، وعندنا هنا ديمونز سولز. بعد كذا في عندنا الالعاب الرائجه او الترندنج، وزي ما انتم ملاحظين موجوده. طبعا لعبة بق سناكس زي ما انتم لاحظين ما هي موجودة قريبا، هي الألعاب اللي قريب ان شاء الله حتنزل. طبعا هذا كل اللي انتم بتشوفونه قدامكم هو ذا الحساب السعودي. استكشف او حصريات اجهزة تحكم بلاي ستيشن الاكثر بروزا، هنا بيحطوا لك كل الألعاب الجديدة الخاصة بالبلاي ستيشن 5، بعضها موجود بعضها لسه دوبهم اعلنوا عنها. وزي ما انتم ملاحظين يعني هم بيحاولوا يسهلوا عليكم الموضوع. هنا وسع مجال العابك، الاضافات اللي بتكون في الالعاب الخاصه فيك. بعد كذا بيعطوك ايقونات خاصه بالعاب البي اس 5 بي اس 4 لعب مجاني والفي ار. هنا بنلاحظ في كلمه اللي هي مجموعه الالعاب، بيحاولوا يجمعوا لك كل شيء كذا مع بعض. عندنا العاب المختار الشهريه شفناها مع بعض، العاب السوبر هيروز اختصروها وحطوها لنا في كذا في قائمه واحده. عندنا بلاي ستيشن برضو كمان العابهم الخاصه فيها والمطورين المستقلين اللي متعاونين مع بلاي ستيشن، هذا هم. هنا عندنا برضو استكشف بلاي ستيشن 4، الالعاب كلها بشكل عام اللي موجوده حاليا بتحصلها هنا. طبعا برضو انت لا تحكم بس من هنا، شوف الالعاب كمان اللي موجوده في المكتبه الخاصه فيك. وهنا عندنا الفي ار، هنا برضو عندنا حصريات اجهزه تحكم بلاي ستيشن برضو تقدر تسوي لها استكشاف، نفس تقريبا الخانه اللي اول احنا شفناها نباقه بي اس بلس. طيب خلونا نتكلم شويه على العاب البلاي ستيشن بلس. طبعا انت مجرد ما تشتري الجهاز هذه الالعاب اللي حتكون متواجده معاك، وبناء عليها حتقدر تلعبها بشكل مجاني. كل الالعاب ذي اللي انتم شايفينها يا جماعه الخير مجانيه، حتاخذها بس مجرد ما تكون انت مشترك بالبلس، ما يحتاج تشترك بالبلس من اول وجديد. اذا انت مشترك من اول حيروح معاك الاشتراك لجهاز البي اس 5. هنا عندنا عشان انا لعبت ام بي اي فقاعد يقترح لي الالعاب الرياضيه، وكل واحد طبعا حيكون مختلف عنده. وبعد كذا بنلاحظ عندنا انواع الاشتراكات، عندنا البي اس بلس، عندنا اي اي بلاي، وغيرها كمان من الخدمات اللي اكيد انها ممكن تتوسع في الفتره القادمه. استعرض جميع الالعاب بشكل عام، ولو انت حاب انك تبحث عن لعبه معينه هنا طبعا لا تنسون العاب ترى مره كثيره، يعني تقدر تقول انه كل العاب البي اس 4 واللي انت لاعبها اول وضايع عشانها بتحصلها موجوده هنا عندكم بشكل عام. طبعا طريقه البحث، في طرق للبحث جدا كثير، في فرز حسب الاكثر تنزيلا، تاريخ الاصدار، خلينا نقول مثلا من لا ما بقول من 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 حديث لقديم، من قديم لحديث، خلينا نقول نبغى نشوف الالعاب القديمه. شوفوا هذه الالعاب القديمه، باتل فيلد، كل زون، العاب جدا قديمه، فلو وغيرها من الالعاب اللي موجوده، هذه كلها بي اس 4. طبعا هذه لو انت تمتلكها حتاخذها ببلاش لانها حقتك. وزي ما انتم شايفين هذه هي طرق البحث. طبعا تقدر انت اي لعبه حاب تشتريها تقدر تاخذها وتحطها على قائمه الامنيات عشان بعدين ترجع لها، اوكي، وتقدر تسوي لها متابعه على اساس انك تشوف اخبارها وايش الاشياء الجديده. طبعا قائمه الامنيات تقدر تجي لها من هنا، بتطلع لك كل الالعاب اللي انت ناوي تشتريها، اوكي. هنا في البحث عندنا تقدر تحط اسم اللعبه وتختصر الموضوع، زي هذا الستور السعودي لو كتبنا جراند مثلا، لو تلاحظوا ما طلع لي جراند ثيفت اوتو الجديده، طلع لي جراند ثيفت اوتو 3 وبعض الكلام اللي قريب او خلينا نقول له صله بنفس محرك البحث. طبعا نقطة مهمة يا جماعة الخير، خانة البحث مجرد ما تضغط عليها بيطلع لك البحث في الكل، بيطلع لك البحث في الألعاب، بيطلع لك البحث في الوسائط، بيطلع لك البحث في اللاعبون.
كل اصحابك اللي انت ضايفهم تقدر تسوي عليهم بحث من هنا. يعني مجرد مثلا ما اكتب احرف ايه اهو بيطلع لك خويك على طول هنا. واعتقد برضو كمان لو كتبت اسم اي احد بيدور لك عليه طبعا وتضيفه من هنا. فاختصروها خلوها كلها في قائمة واحدة وكذا. اتوقع بالنسبة لكم واضح ما شاء الله تبارك الله. لو تلاحظوا حمل تقريبا لعبة جراند ثيفت اوتو. طبعا لو انت حاب تشوف ايش اللي قاعد يتحمل ايش اللي مو قاعد يتحمل لاحظوا هنا الالعاب هنا. المهم عملية التنزيل لاحظوا ما عاد بقي شيء على لعبة جراند ثيفت اوتو. مع العلم لو تدخل عليها لاحظوا حجمها كم 75 23 ما عاد بقي شيء. هذا كل اللي شفتوه انتم في المقطع تخيل وانتم قاعدين تتفرجوا هذا التحميل صار. نختم يا جماعة الخير بموضوع السماعات. اذا انت عندك سماعات استرو زي الاي 50 اللي تحتاج انه فيها خلينا نقول مدخل للاوبتيكال في الغالب تحتاج انك انت تدخل على موقعهم تسوي تحديث. طبعا بعد ما تحدث او تدخل خلينا نقول على السوفت وير وتحمل برنامج اللي هو الكنترول اتوقع اسمه. مجرد ما تحمل البرنامج هذا وتشبك السماعة على البي سي حيبين لك انه مشبوكة ويعطيك اصلا انه ترى فيه تحديث. مجرد ما تحدث يصير تشتغل السماعة على البي اس 5 بمدخل اليو اس بي العادي بدون الاوبتيكال. طبعا هذا حل مؤقت في قطعة هم حاليا اخترعوها تقريبا قيمتها $40 بعد التخفيض. اذا انت معك سماعة تقريبا بتاخذ $15 بس حاليا صعب انك تحصلها لانها مخلصة سولد اوت. فالى ما توصل القطعة هذه معك يصير ينشبك فيها الاوبتيكال ينشبك فيها كل شيء وبعد كذا حتستمتع بالصوت زي ما كنت مستمتع فيه المفروض يعني في جهازك اللي هو البي اس 5. ختاما يا جماعة الخير يعطيكم العافية على المتابعة. أتمنى من بلايستيشن أنه في الأيام القادمة ممكن ينزلوا أبديت وأنا أقدر أغير الستور أو المتجر بالطريقة الخاصة فيها. بس واضح أنه في الغالب ما راح يسوون الخطوة هذه ولو أنه سمعت أنه فيه في الأوروبي أنا ما شفت للأمانة. بس لو كان فيه أتمنى أنه الموضوع ذا يتعمم ويزيد من التنافس على قولتهم بين المتاجر أنهم يحسنوا وضعهم بشكل أسرع. فيعطيكم العافية على المتابعة. كان معكم محب رام من قناة فيديو جيم فور عرب. مع السلامة.